فاروق صلاح يبدو ان لديه جديد معنا على الهواء مباشره من ملعب محمد بن زايد. فاروق اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد بيك بجدد التحيه بيك يا كابتن شوبير وبالكابتن محسن صالح وكابتن خالد بيبو وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني كابتن شوبير كان مهم جدا من خلال حضرتك من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان احنا دايما نقول المعلومه الصحيحه. حضرتك كنا اتكلمنا عن اشرف داري وقلت لحضرتك ان هو بيغيب طبعا لاسباب فنيه، يعني خليني اوضح لحضرتك النقطه صحيحه زي ما قلت لحضرتك لازم نقول المعلومه الصحيحه لجمهور النادي الاهلي من خلال حضرتك. اشرف داري بعد التدريب الاخير بالامس شعر بالام في الكاحل فتم يعني اجراء جلسه علاج طبيعي اليوم لاشرف داري، وبالتالي فضل الدكتور احمد جاب الله ان هو يستبعده لسبب طبي عن هذه المباراه. الامر ايضا يتعلق ايضا باللاعب خالد عبد الفتاح اللي شعر ايضا بالام في العضله الخلفيه، فضل طبعا طبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله ان هم يكونوا خارج هذه المباراه، طبعا بالاضافه الى مجموعه المستبعدين اللي قلنا لحضرتك ان هم ادوا مران صباحي. عايز اقول لك بالنسبه لاجواء الملعب بدا الجمهور يتوافد ايضا على ارض الملعب، حضرتك عارف ان يعني الاجواء او النظام هنا في الامارات مع يعني قبل انطلاق الملعب عندك بيسع الملعب عندك بيسع كم متفرج يا فاروق؟ يعني كابتن شوبير الملعب يتسع ل 48,000 متفرج او 50,000 متفرج. نعم. في هذه يعني الساعه الرسميه لهذا الملعب جمهور النادي الاهلي مع اللون الاحمر، يعني هو اللون الاحمر لون الاستاد اللون نعم. المميز للمقاعد مع اللون الاحمر لجماهير النادي الاهلي. نعم. تلاقي الملعب كله مليان مليء باللون الاحمر، نسبه الرطوبه ودرجه الرطوبه عاليه شويه يا كابتن شوبير، لكن نتمنى ان شاء الله يعني طبعا مع انطلاق المباراه نسبه الرطوبه تكون اقل ان شاء الله، تنزل نسبه الرطوبه ان شاء الله، يعني الجو يكون ملائم نشوف مباراه مهمه جدا. عايز اقول برضو لحضرتك نقطه مهمه، اللعيبه وهي نازله للتسخين للاحماء الحديث اللي بين اللعيبه لازم نكسب النهارده، النهارده رساله مهمه جدا لازم نكسب النهارده، مفيش اي كلام الا ان احنا نكسب النهارده باذن الله، وبعد كده ان شاء الله لكل حدث حديث. اعذرني يا كابتن شوبير كان مهم ان انا ارجع لحضرتك. شكرا يا فاروق، وصلت المعلومه وجميل ان انت وضحتها مره ثانيه.